شكرا شكرا شكرا. اذا مرحبا بكم، مرحبا بكم في حصتكم مع عمو يزيد. انتوما والاصدقاء اللي يشوفوا فينا ثاني قدروا يشاركوا بالحضور كما حضرتوا انتوما عن طريق موقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. إذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الإلكتروني. مرحبا بك. إذن يا أطفال، لما ترسلونا عبر موقع الانترنت شوية تعصب، لأن تسجيلات كثيرة والأطفال كلهم حابين يجول عند عمو يزيد، وعمو يزيد حاب يستقبلكم كامل كامل كامل. إذا مرحبا بكم. اليوم عندنا جمعية رياضية جاتنا عند قبل ما نبدأ الحصة، نرحبوا بهم نرحبوا بهم. تعالي بنتي، تعالي تعالي، أروحي بنتي، تعالي وقفي هنا. واسمك؟ بوزيد نور الهداية. بوزيد نور الهداية اسمك، شباب الله يبارك. مين جيتوا بنتي؟ جينا من ولاية المسيلة ببلدية سيدي عيسى. بلدية سيدي عيسى. انتم فريقين، نشوف باللي كاع لابسين قبعات وكامل. نعم. انتم فريق تعمش؟ احنا فريق الرياضة، نلعبوا كرة قدم. تلعبوا كرة قدم؟ إناث. تصفيق عليهم تصفيق عليهم تصفيق عليهم. والسن تاع اللعيبة تاعكم يتروح من أي سنة لأي سنة؟ من 10 سنوات إلى 12-13 سنة. من 10 إلى 12-13 سنة. فريق كرة القدم بسيدي عيسى، مدينة سيدي عيسى بولاية ولاية المسيلة. الله يبارك الله يبارك. وش عندك في يدك؟ عندي شهادات لك وللفرع التصوير. للطاقم كامل. الله يبارك. تريد يسر الرابطة البلدية للرياضة والجميع الجوارية لبلدية سيدي عيسى ولاية المسيلة الفرع كرة القدم الإناث أن تمنح لي عمو يزيد هذه الشهادة. تمنح لي عمو يزيد هذه الشهادة، وأيضا أن تمنح لي لعمال قناة الشروق على مجهوداتهم المبذولة لتربية دوري الأطفال. هالكاميرا دوري هالكاميرا دوري هالكاميرا. برافو 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 برافو. تصفيقة تصفيقة. جميل جميل جميل. إذن بنتي يعطيك الصحة، ربي يطول عمرك. احنا تاني نشرفوا بالحضور نتاعكم. والرياضة، الرياضة مهمة، عبركم بالرياضة مهمة في المجتمعات، هي اللي تخلي المجتمع يعني تغير له حتى النمط المعيشي تاعو، لأن الرياضة هي حاجة اجتماعية ونتلاقاو مع الناس، عندنا أصدقاء، نسافروا، يعني جميل جميل جدا. ربي يوفقكم وان شاء الله ان شاء الله في كل. سمعت باللي درتوا غير كما منافسه وتحصلتوا. تعالي بنتي تعالي تعالي تعالي، تكلمينا على الانجازات نتاعكم. احنا كي رحنا لعين بنيان درنا مسابقات عديده. ايه؟ وفزنا فيها مرتبة الاولى. ايه مرتبة الاولى للمسيلة. برافو 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 برافو. كانوا عدة فرق من تراب الوطني. ايه من تراب الوطني، كانوا من الصحراء، من كان بزاف، من الجنوب، من الشمال، من الشرق. ايه. برافو برافو برافو. تحصلت على المرتبة الأولى. تحصلنا على المرتبة الأولى. الله يبارك الله يبارك. مبروك مبروك عليكم بنتي، مبروك عليكم. إذا تحية تقدير كذلك لكاع الإطارات نتاعكم وكامل الناس اللي قايمين على هذا الشيء، لأنه الرياضة مهمة جدا، وخاصة الرياضة النسوية ورياضة الرياضة هذه لهذا الفريق الشاب هذا تاع الإناث. إذن أعطونا تصفيق عليهم، أعطونا. شكرا. بوبي احتفظ لي بهذه الشهادات الجميلة هذه، احتفظ لي بهذه الشهادات الجميلة. يا أطفال، في هذه الفترة هذه عندنا يوم عالمي مهم، هو اليوم العالمي للكتاب وحقوق التأليف. الكتاب مهم جدا. تحبوا تقرأوا الكتب؟ إذن لازم تقرأوا الكتب، المطالعة جميلة. كاين بزاف الأطفال اللي في العطل وكامل ما يفرقوش بين المراجعة والمطالعة. المراجعة هي أنك تراجع الدروس وكامل، ولكن المطالعة شيء آخر. طالع يعني تقرأ الكتب، كتب العلوم، كتب يعني حتى الكتب الترفيهية، يعني مش شرط أنك تقرأ دائما كتاب اللي عنده علاقة بالعلم بالعلوم وكامل، حتى الكتب الترفيهية باش تطور اللغة نتاعك، باش يعني عدة أشياء تقدر تكتسبها من خلال المطالعة. إذن عليكم بالمطالعة يا أطفال. الكتاب هو خير خير جالسين. برافو برافو برافو. في بداية كل حصة نطرح عليكم لغز، تحبوا الألغاز؟ نعم. لغز اليوم يقول: ما هو الشيء الذي ينام ولا يقوم؟ أعيد اللغز:
ما هو الشيء الذي ينام ولا يقوم؟ أنتم كذلك يا أطفال تقدروا تشاركوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com في الإجابة عن اللغز بهذه الطريقة هذه. أنت كذلك جاوب وربح عن طريق الانترنت مع آجل. اكتب عمويزيد.com، اضغط على الزرار جاوب عن اللغز، املأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب عن اللغز. رايح تربح هدية قيمة مهداة من طرف شركة آجل، 15 سنة في خدمتكم. اسم الطفل الفائز في الحصة الماضية يظهر أسفل الشاشة. مبروك عليك الهدية. إذن يا أطفال فكروا إلى غاية نهاية الحصة، صعبة شوية؟ معلش فكروا لغاية نهاية الحصة، ما هو الشيء الذي ينام ولا يقوم؟ من التماء رايحين نروحوا مع أنفال نتعرفوا على شخصية، شخصية مهمة مهمة، محمد الأخضر السائحي. إذا تفضلي أنفال، تفضلي. مساء الخير يا أطفال. اليوم أقدم لكم الشاعر محمد أخضر السائحي. ولد في أكتوبر عام 1918 بقرية العالية بولاية ورقلة. حفظ القرآن الكريم في 9 من عمره. حبه للعلم دفعه الانتقال إلى مدينة القرارة في ولاية غردايا، حيث أتم مقرر 3 سنوات في سنة واحدة ليلتحق بعدها بجامعة الزيتون بتونس سنة 1935، حيث لم يكتفي بالدراسة بل كان ينشط في الميدان الأدبي والمسرحي والسياسي الاحتجاجي ضد الاستعمار الفرنسي. كان من أعضاء المؤسسين لجمعية الطلبة الجزائريين والزيتونيين وكتب نشيدها ولم يتجاوز حينها عمره 17 سنة. عاد إلى الجزائر متخفيا سنة 1939، فزجت به فرنسا في السجن بمجرد نزوله لمدة أسابيع، وظل يتحرك بعد مغادرته السجن، حيث تمكن من بحث النهضة الثقافية بمناطق جنوب الجزائر. ثم انتقل إلى العاصمة في 1952 ليعمل ضمن المدارس الجمعية العلماء المسلمين الجزائريين، والتحق بإذاعة آنذاك وعمل منتجا إلى جانب مزاولته مهنة التدريس في عدد من ثانويات العاصمة كثانوية القبة حسب بالبول حاليا. بعد الاستقلال جمع ثقيد بين التعليم والعمل الإذاعي إلا أن تقاعد في نوفمبر سنة 1980، وكان السائحي ضمن الأعضاء المؤسسين لاتحاد الكتاب الجزائريين سنة 1964. كان أحد الوجوه دائمة الحضور في الملتقيات الثقافية في الجزائر، وحضر أغلب مؤتمرات اتحاد الكتاب العربي، ومثل الجزائر في عدد من مهرجانات الثقافية الدولية والعربية. توفي الشاعر محمد أخضر السائحي في 11 جويلية 2005 بعد صراع طويل مع المرض. يرحم الله شاعر والمناظر. برافو 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 أنفان، برافو 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 بنتي، برافو برافو. إذن يا أطفال أنفال عرفتنا اليوم عن شخصية مهمة مهمة، الأخضر محمد الأخضر السائحي، هو من مؤسس الاتحاد الوطني للكتاب الجزائريين، يعني كل الكتاب الجزائريين عندهم اتحاد، هو من مؤسسيه. إذن وجه إذاعي ومناضل يا أخي أطفال. إذن قبلكم مقبلة كنا تكلمنا على عدة أشياء، حبيت نتكلمكم أنا اليوم عن فعل الخير. يا أطفال تقدروا تقولوا لي الإنسان بالمرات يحب يدير الخير، ولكن مش شرط أنه يتصدق بالمال، المال الوفير، كيفاش نقدروا نديروا الخير؟ كيفاش؟ تعال أروح. واسمك ولدي؟ يونس موفق. وين تسكن يونس؟ في عين بنيان. في عين بنيان. قل لي ولدي كيفاش تقدر تدير الخير؟ نقدر نصدقوا بالمال وبالملابس برافو، بالملابس برافو، تصدق. تعالي بنتي. نقدر نصدقوا بالمال وبالأكل. الأكل كذلك، برافو برافو. تعالى تعالى تعالى
تعال وليدي. واسمك وليدي؟ أنيس توادي. وين تسكن أنيس؟ سعيد حمدين. سعيد حمدين في الجزائر العاصمة. بماذا نقدر نصدقوا؟ كيفاش نقدر نديروا الخير؟ بالدعاء. بالدواء؟ الدعاء ولا الدواء؟ الدعاء حتى الدواء يعني. الدعاء جميل، جميل أنك تدعي الإنسان. تعالي بنتي، تعالي، أروحي أروحي الشابة، تعالي أروحي. واسمك بنتي؟ سارة. وين تسكني سارة؟ في ساندي. في ساندي حسين داي في الجزائر العاصمة. بماذا باش نقدروا نصدقوا؟ نصدقوا بالدواء. بالدواء برعس. هذه قلتيها لعم ويزيد هذه. تعال تعال تعال. أروح وليدي. واسمك؟ شريف يحيى. وين تسكن يحيى؟ في سعيد حمدين. سعيد حمدين تاني؟ بماذا نقدروا نصدقوا؟ كيفاش نقدروا نديروا الخير؟ بالكتب. بالكتب. برافو 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 برافو. واسمك بنتي؟ لاكون ريهام. ريهام؟ الله يبارك. شحال في عمرك بنتي؟ 11 سنه. 11 سنه. كيفاش نقدروا نديروا الخير ثاني؟ بتصديق الغنم. الانعام ولا الغنم ولا. برافو برافو برافو. عمو يزيد قال لكم اغنيه نقول فيها بما اني مسلم قلبي حنين احب الخير لكل الناس. تغنوا كامل معايا يا اخي. يلا تغنوا معايا. لاني مسلم قلبي حنين احب الخير لكل الناس اعين المحتاج المسكين باكل مال او بلباس. لاني مسلم قلبي حنين احب الخير لكل الناس اعين المحتاج المسكين باكل مال او بلباس. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. طيبة قلبي وإحساسي يدفعني لفعل الخير فأنا لا أعيش لنفسي بل أيضا أعيش لغيري. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. إن ليس لك ما تتصدق وأخذت بمحتاج شفقة فابتسم له ولا تقلق فالبسمة في وجهه صدقة. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لوجه الله جل علا أتبرع بالصدقات لألقاها أنا عند الله في ميزان الحسنات. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. برافو 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 برافو. إذن لأني مسلم قلبي حنين أحب الخير لكل الناس أعين المحتاج المسكين بأكل مال أو بلباس. إذن الصدقة مهمة يا أطفال. فعل الخير مهم جدا لأنه الخير لما تديره تنام مرتاح
وحتى الضمير تاعك يكون مرتاح. يا اخي لا تحبوا العاب الخفه؟ لا. يلا نروحوا مع ابو سليم اللي جانا من مدينه بجايه بالعاب الخفه. تفضل ابو سليم. تفضل تفضل. برافو 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 أم سليم. برافو برافو. عجبتكم ألعاب الخفة يا أطفال؟ برافو. إذن عمو يزيد راح يحكي لكم دركا حكاية رشا وسمر. يلا إذن يا أطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية رشا وسمر. رشا وسمر هذو زوج خواتات. واحد النهار جات عندهم بنت خالتهم ليلى، قالت لهم ايه نروحوا غدوة للبحر للشاطئ. راحوا للشاطئ ولكن رشا شويه دائما تشكي، ما عجبهاش الحال دائما. معليش راحوا للبحر هكذا وقعدوا يستمتعوا بالبحر هذاك ويقعدوا في الرميله ويلعبوا كامل اللعب وكامل. ورشا هذيك غير دور دور جات تقول لهم انا كرهت انا لازم نبدلوا المكان. ما قول هذا وين جينا ليلى مع اختها بنت خالتهم مع اختها، قالت لها هذا وين جينا لازم نقعدوا حبينا نلعبوا شويه وكما. قالت لهم لا 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 انا كرهت خلاص، كان واحد المتحف ماشي بعيد لازم نروحوا له. دونك بقات الحت عليهم هكا ومن بعد راحوا معليش سعفوها. ومن بعد قالت لهم انا ما نروحش للمتحف نمشي، المتحف ماشي بعيد 100 متر ولا. قالت لهم انا لازم ناجر تاكسي انا ما نقدرش نمشي. سعفوها غير يمشوا شاك فوا، في كل مره ما يعجبهاش الحال. انا عييت انا جيبوا لي تاكسي ما نمشيش ما نديرش وكامل. راحوا معها ما راحوا غير لحقوا لهذاك المتحف، قعدوا هما يشوفوا في هذاك المتحف وكامل. خمس دقائق من بعد قالت لهم خلاص انا شفت المتحف لازم نروحوا دركا. يا سبحان الله اسمع وين تروح ما عجبهاش الحل. وهذيك بنت خالتها مع اختها يسعفوا فيها لانهم يفكروا في الاخرين. يعني الانسان بالمرات تكون مع صديقك هو وحاب يروح المكان انت ما راكش حاب ولكن تسعفوا له تسعفوا لانه صديقك. معليش سعفوها. ومن بعد في كل مره تقول لهم لا لا ونحبسوا لهنايا، حبيت ناكل حاجه حبيت نشرب حاجه، هما يسعفوا فيها يسعفوا فيها. من بعد كي لحقوا للدار العشيه كي دخلت للدار هكذا
قاعده رشا مع روحها ايضا بعد قعدت تعاود كاع في اليوم هذا كيفاش فات وندمت. قالت كيفاش انا بنت خالتي جات لعندنا ضيفه ورحت معنا وخرجت معنا وانا اليوم في كل مره نقول لهم لا لا ماشي هكذا لازم تكلوا لي تاكسي لازم نروحوا بالخف ما نقعدوش نلعبوا وكذا شغل ندمت شويه. عمو يا زيد مستخرص من الحكايه تاع اليوم ان الشخص الذي يفكر في الاخرين هو شخص كريم الاخلاق. برافو 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 برافو. اذا يا اطفال الشخص اللي يفكر في الاخرين هذا شخص كريم الاخلاق. الاخلاق مهمه، الانسان لازم يسعف. مثلا يجيك ضيف هو حاب يدير حاجه يقولك تعال معايا، ولا مثلا بالمرات صديقك يجي عندك ولا صديقتك تقولك يلا رافقيني لواحد المكان هكذا مثلا باش تشري، ولا بالمرات انت راك تعبان راك، ولكن تروح معاه لانك تفكر في الاخرين، تعرف بلي هذاك الصديق ولا الصديقه محتاجتك. يا اخي لازم نكونوا عندنا اخلاق كريمه يا اطفال. يلا عجبتكم الحكايه يا اطفال؟ إذن يجب التفكير في الآخرين، الواحد ما يكونش أناني يفكر غير في نفسه. يا أخي يا أطفال لحقنا لواحد الفقرة دروكا اللي نحبها أنا بزاف، هي فقرة بريد عمو يزيد. راح نقرأ الرسائل تاع الأطفال أصدقائنا اللي راسلونا، وانتم كذلك يا أطفال إلا حبيتوا تراسلونا وعمو يزيد يقرأ البريد نتاعكم هنا، ما عليكم إلا توجهوا الموقع الإنترنت عمويزيد.com والضغط على زرار آراء وملاحظات، وعمو يزيد راح يقرأ البريد نتاعكم. بوبي شوف شوف صندوق البريد وش فيه اليوم؟ برافو برافو برافو، اعطونا تصفيق على بوبي، اعطونا 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 برافو برافو بوبي برافو. إذن الرسالة الأولى، الرسالة الأولى معند خالدي شهاب الدين 9 سنوات من مدينة ولاد الميمون بولاية تلمسان. تحياتنا لكل ناس تلمسان وناس ولاد ميمون. قال لكم كل يوم ثلاثاء أنتظرها في وقتها المحدد، أريد المشاركة معكم لأنني أعجبت بها، حصة مسلية ثقافية خصوصا عمو يزيد والأطفال والجميع ومن حوله وجزيل الشكر. إذن شهاب الدين 9 سنوات خالدي من ولاد ميمون قال لكم كامل طاقم حصة عمو يزيد والأطفال شكرا راكم في القمة، مرحبا بك ولدي، مرحبا بك، شكرا شكرا. الرسالة الموالية ريتاج كنزاري 8 سنوات من مدينة خنشلة قالت لكم حصة جميلة جدا وأحبها. برافو مرسي، الله يخليك ريتاج، برافو برافو بنتي من خنشلة. الرسالة الموالية بن يعقوب رياض عبد الملك 12 سنة من مدينة حاسي بن عقبة ولاية وهران قال لكم أحبكم وتوحشتكم. حنا تاني توحشناك يا رياض عبد الملك بن يعقوب من حاسي بن عقبة وهران، ماذا بينا تزورنا في أقرب وقت. مرحبا بك وليدي، مرحبا بك مرحبا بك. الرسالة الموالية منع سارة 23 سنة، عندنا أصدقاء تاني كبار للحصة نحبهم يحبونا، هذه من مدينة مارسيليا من فرنسا. تحية لكل جالية الجزائرية في كامل ربوع العالم، في أوروبا في أمريكا في أستراليا في الدول العربية في الخليج. قالت لكم السلام عليكم جام فوتخ ميسيون ما شاء الله، قالت لكم نحب الحصة تاعكم ما شاء الله. إذن يا سارة مانع 23 سنة من مارسي، يعطيك الصحة، ميرسي بور لا كوريسبوندونس. الرسالة الموالية رسالة موالية من عند هادو 3 أخوات ألاء ابتهال وأشرف بن هيبة، اسم العائلي بن هيبة. إذن ألاء 6 سنوات ابتهال 5 سنوات وأشرف 9 سنوات من مدينة مغنية من ولاية تلمسان. تحياتنا لكل ناس مغنية وناس تلمسان. قالوا لكم ألاء ابتهال وأشرف بن هيبة قالوا لكم حصة جميلة ومفيدة نحبها، نحن نحبها كثيرا خاصة ركن الخفة، لاعب الخفة يحبوه، ونتمنى من عمو يزيد أن يزورنا في ولاية تلمسان. إذن هذا وعد إن شاء الله راح نزوركم في ولاية تلمسان عن قريب إن شاء الله.
شكرا شكرا على المراسلة. آخر رسالة آخر رسالة تقول من عند عمورة داليا 7 سنوات من الجزائر العاصمة، قلت لكم أني حابة نشارك في الحصة نتاعكم لأني أحبها كثيرا. قلت لي حبيت نحكي لكم النكت، وقلت لكم الحصة تاعكم رائعة، مادابية تعيطوا لي في أقرب وقت. إذا داليا عمورة ما عليك إلا تسجلي عبر موقع الإنترنت وراح نعيطوا لك في أقرب وقت. شكرا شكرا شكرا. إذا بوبي احتفظنا بهذه الرسائل هادو، وانا شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لي؟ تعالي بنتي اروحي. واسمك بنتي؟ بوزيد نور الهدايه. نور الهدايه وين تسكني؟ نسكن في ولايه سيدي عيسى ولايه المسيله بمدينه سيدي عيسى. مدينه سيدي عيسى خيار. ناس تفضلي بنتي. قال لك واحد العزوجه كانت تسرح، كان واحد السراق يحاول يسرق لها دارها، مالا كتسرح في شعرها كاع 3 سوايع وهي تسرح في شعرها، مالا بعد كي رقدت دخل السراق، مالا حوس في الدار ما لقى والو، بعد نتش لها شعرها وهرب. دار لها شعرها؟ برافو برافو. تعالي بنتي تعالي بنتي نقعد. واسمك بنتي؟ سيرين. وين تسكني سيرين؟ لوتيسمو ميشيل. لوتيسمو ميشيل في القبة؟ نعم في الجزائر العاصمة. مرحبا بكم. عندي أغنية ديالك. تفضلي بنتي تفضلي تفضلي. مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، أغدو بها كأغنيتي هي تنزل معرفتي، هل تحياها مدرستي؟ مدرستي مدرستي كم أحب مدرستي، اسمها دوما في شفتي، أشدو بها كأغنيتي هي كنز المعرفة، فلتحيا مدرستي فلتحيا مدرستي. برافو بنتي برافو 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 برافو. شاطرة شاطرة شاطرة. يا أطفال لحقنا دركا الجواب، ركن الجواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي لا ينام ولا يقوم؟ تعال ولدي تعال أروح. ذكرهم باسمك. أنيس تواتي. أنيس قلنا الجواب أنيس. الميت. الميت. لا 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 لا. شيء شيء ينام ولا يقوم، موش إنسان. شيء. تعالي بنتي. شيء. الكتاب. لا لا مشي الكتاب مشي الكتاب. تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ حميدي سلمى. وين تسكني سلمى؟ سيدي عيسى. في سيدي عيسى ولاية المسيلة. الله يبارك الله يبارك بنتي. واش هو الجواب؟ السلحفات. لا لا ماشي السلحفات. تعالي بنتي. الشيء الذي ينام. شيء. اروحي من بنتي. واسمك بنتي؟ بشري فرح. فرح. وين تسكني فرح؟ ولاية المسيلة مدينة سيدي عيسى. سيدي عيسى الله يبارك. واش هو الجواب؟ الرماد. الرماد ينام ولا يقوم. روحي بنتي تعالي تعالي قعدي هنا. يعطي لي الهدية تاعها. اعطي لي احنا ليس بالجواب عن اللغز. عمو يزيد يعطي له هدية جميلة، هو عبارة عن كوب مع عمو يزيد تشربي فيه الحليب ولا الماء، وعمو يزيد كذلك يهديك 3 سيديهات 3 سيديهات من حق الطفولة معلمي، ومبروك النجاح عليكم، تستفادي بهم إن شاء الله. في كل سيدي كاين 22 أغنية. تفضلي بنتي. مبروك عليك مبروك عليك مبروك عليك. إذا مبروك عليك. في كل حصة عندنا عيد ميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد فاطمة الزهراء 10 سنوات. تعالي بنتي تعالي فاطمة الزهراء تعالي تعالي بنتي تعالي. احنا نغنوا لها عيد ميلادك احلى عيد، واصدقائنا يروحوا يجيبوا لنا الكاطو نتاعها. يلا تفضلوا تفضلوا تفضلوا. هيا التحقوا بيا اطفال. عيد ميلادك احلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا، إن شاء الله
وتعيش أيامها أفراح. ونعيشوا أحلى الأوقات نزهة نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوة لك جبناها وشمعك فيها زرعناها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. وجمال هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل سنة حلوة يا جميل سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. إذن فاطمة زهرة 10 9 مية سبعة ستة خمسة أربعة ثلاثة زوج واحد. يلا طفش لها. برافو برافو. أعطيني الشهادة تاعها. إذن فاطمة زهرة عمو يزيد يهدي لك هذه الشهادة. هي شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم يا أطفال كامل غير تخرجوا منها يكونوا الشهادات هذو في انتظاركم. كل واحد ياخذ شهادة مشاركة في حصة عمو يزيد يحتفظ بها كذكرى يا اخي اطفال. اذا شكرا مرحبا بكم مرحبا بكم. شكرا على الحضور. وبما انك فاطمة زهرة بما انك بعثت لنا 5 قسيمات من علب حليب رامي راعي البرنامج رامي يهديك هذه الدراجة هذه ان شاء الله تستفادي بها بنتي. عندك دراجة؟ ما عندكش. اذا هذه الدراجة راهي نتاعك ان شاء الله ان شاء الله تستفادي بها بنتي. وين تسكني فاطمة زهرة؟ سيدي عيسى في ولاية مسيلة. تسكني في مسيلة ولاية مسيلة مدينة سيدي عيسى. إذن إن شاء الله تستفادي بهذه الدراجة بنتي. وأنا ما بقى لي إلا نقول لكم بقوا على خير. سنونا في الأسبوع المقبل نفس القناة نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع